نجدت حمر اخرى مع حضراتكم مشاهدي الكرام في هذه الفقره نتكلم فيها في موضوع عن ظاهره التنمر بين الاطفال في المدارس. خلينا نقول لحضراتكم ان هذا الموضوع ده في غايه الاهميه. وللاسف اولياء الامور هم من يعطوا احيانا الفرصه لابنائهم عشان يعني يروجوا لهذه الظاهره. ابسط مثال كده لما تيجي كده تلاقي ابن حضرتك جاي من المدرسه وفي الاخر بينتقد حد من زمايله وانت تقعد تضحك من غير ما تقول له مثلا ما ينفعش ان انت تقول على زميلك كده، ما ينفعش ان انت تنتقده، ما ينفعش ان انت تنتقده عشان مثلا كان الشوز بتاعه مقطوع او حاجه في الملابس بتاعته مش لطيفه، او كذلك حتى السندوتشات اللي جابها مش كويسه. اولياء الامور للاسف بقى لهم دافع او عامل كبير جدا في القضاء على هذه الظاهره وتحديدا بين الاطفال. ما تنسوش حضراتكم ان اي انتقاد بيكون لازع بيؤلم النفس او بيؤلم الشخص الاخر، وبالتالي ممكن يسلب منه ثقته في نفسه بشكل كبير جدا. هنحاول زي ما حضراتكم عارفين ان احنا هذه الظاهره انتشرت مؤخرا، ويمكن في العديد من الدعوات للقضاء على ظاهره التنمر بين المجتمع المصري، وان ناس كتير جدا متحمسه لهذا الموضوع. ده في حد ذاته على فكره ايجابي جدا 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 ان يكون عندنا نيه صادقه من داخل انفسنا كده ان احنا نقضي على كل هذه الظواهر السلبيه اللي ممكن تهدم المجتمع، بالعكس ده تسبب العديد من المشاكل النفسيه لدى هؤلاء الاشخاص. عشان كده ضفتي في هذه الفقره الى ان نستفيد معها في هذا الحوار الهام ظاهره التنمر بين الاطفال في المدارس، ضفتي الاستاذ الدكتوره اميمه عبد الله مصطفى، استاذ صحه نفسيه وارشاد نفسي بجامعه عين شمس. برحب بك يا دكتور وتحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عاصم، بشكر حضرتك على المقدمه الجميله دي. الله يعني وموضوع طبعا جميل وهو فعلا يعني مطروح على الساحه دلوقتي. طبعا احنا في الاول عاوزين نعرف ايه هو التنمر، لان في كتير مننا بيسمع تنمر ولكن مش فاهم هي هو ايه، لان برضو يعتبر الكلمه او المصطلح جديد علينا شويه. طبعا هو التنمر بيبقى نوع من الايذاء او الاساءه او المضايقات الموجهه من فرد او مجموعه، برضو لفرد او مجموعه، بتبقى مجموعه اضعف منها شويه، بتبقى اقل منها شويه، بتبقى يعني ليها يعني ايه، ممكن بيبقى في واحد بيبقى متميز بايه، ان هو يعني عاوز يبقى مستبد برايه، بيبقى لذلك حتى هنلاقي المتنمر بتبقى ليه شويه خصائص كده، يعني هتبص تلاقيه هو يعني ايه عاوز دايما يبقى هو اللي بيفرض سيطرته، او يبقى متكبر كده ونرجسي ومش شايف غير نفسه. بتبقى المضايقات دي مثلا عباره عن ايه؟ زي ما تفضلت حضرتك وقلت في المقدمه، يعني مثلا بيبقى في وارد يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كل واحد بجنسيات مختلفه، باشكال صحيح. مختلفه، الوان مختلفه. سبحانه وتعالى. طبعا اكيد يعني ده شيء ما فيش حد فينا ليه يد فيه. يجي مثلا الطفل يشوف عيل تخين شويه، يروح يقعد بقى ايه يجمع بقى شويه عيل ايه، ما تيجي بقى نيجي نتريق بقى، يعني مثلا احنا طول عمرنا بنسمع ان هي تريقه او نضحك على فلان، لكن هو المصطلح العلمي بتاع التنمر. فبعد كده بيجي الولد اللي هو بيوقع عليه التنمر، طبعا بيبقى ممكن يكون بيحس بالدونيه او يحس بالايه، ان هو عنده عدم ثقه بالنفس. صحيح. ايه ده العيال كلها ايه خدت جنبي مني، العيال كلها بتشاور عليا وتضحك. واحد مثلا بيبقى لونه خلقه ربنا مثلا اسود، او عنده مثلا حاجه اعاقه او الى اخره. للاسف ان احنا ما بنحترمش، ما تربيناش، او يعني اغلب الاباء لما يجي ابنه زي ما حضرتك قلت دلوقتي، يجي ابنه مثلا يقول له انا حصل كذا، لا المفروض انا اجي هنا اعمل هنا واقفه هنا، انت ازاي عملت كده؟ انت تروح تاني يوم وتعتذر لزميلك قدام كل اللي انت خليتهم يضحكوا عليه. صحيح. وده اقل عقاب يعتبر، يعني ان هو زي ما خلى كل الناس دي يعتذر قدام كل اللي خلاهم يعني او احرجوا قدامهم. هنا المشكله ان يعني في المدرسه برضو المعلمين المفروض بيبقى لهم دور في الحته دي. انا لما اشوف دلوقتي احنا حتى لما يعني بنكون ماشيين في الشارع بنلاقي عيل صغير كده مثلا حجمه ضئيل كده شويه، يجي يقول له انت كذا، يروح مثلا ضربه كده. بنشوف كده، بنشوف المناظر دي كتير. التاني يا عيني ايه بيبقى حاسس ان هو خايف يواجهه، خايف يواجهه او خايف يعمل حاجه يزيد او يضربه اكتر. ودي مشكله ان فيش الوعي عندنا والثقافه اللي تخلينا نعرف ان دي حاجه يعني مش يعني حتى باللفظ على فكره، هو الاشكال التنمر في جسدي وفي لفظي، يعني وفي بتاع ده تنمر اجتماعي زي الناس اللي بتقعد تكتب على الحيطان وتشتم وتشهر وتكتب. طبعا لسه دلوقتي هندخل في انواع التنمر، بس انا بقول لحضرتك ممكن مش بس ان انا امد ايدي، ممكن ولد يروح شاتم واحد قدام الناس او يطلع عليه لقب معين. الولد مش الواد التخين، مش الواد الاسود، مش الواد ابو شعر ما اعرفش ايه، الواد الاقرع، الواد
او البنت برضو في البنات كده بيتقال كده، والبنات دي تبقى كمان بتبقى كارثه. طب الدافع اللي بيخلي الشخص متنمر، هل ده نقص بيحاول يكمله بانتقاده او بتنمره على الاخرين، او اسلوب تربيه او اسلوب مجتمعي بشكل عام يا فندم؟ هو بيبقى يعني ايه، بتبقى ليه عده اسباب. ممكن يكون منها ان هو شخصيا المتنمر ده بيكون اتعرض للتنمر وهو صغير، فهو زي ما تقول بيطلع بقى اللي حصل فيه ده في الاواد. لا مثلا لا حد اضعف منه، خلي بال حضرتك ان هو بيختار دايما المتنمر، يعني ايه زي بيسميه الهدف بتاعه، بيحط في دماغه ان هو مش اي حد يقدر يتنمر عليه. يعني بيبقى فيه صفات معينه، يقول لك الولد ده شكله غلبان، اما تيجي بقى ايه بايه زي ما يعني الفريزه بتاعته او الهدف بتاعه ليها مواصفات معينه، ما يقدرش هو على حد زيه او يعني ايه حد كده فيه مواصفات جسديه بتاع يقول لك لا يا عم ده ابعد عنه، او حد واثق من نفسه قوي كده، او حد يعرف يرد او يعرف يجيب حقه، او حد يعرف مثلا عارف ان هو لا ده يا عم هيروح يشتكيني. فهو في بيبقى حاطط عينه على حد معين، ده غلبان ده هادي ده ما بيعرفش يشتكي ده كذا ده كذا. فهو يا اما بيكون وقع عليه التنمر وهو صغير برضه فبيطلعه في الاقران او الزملاء في المكان ده، او ما ممكن يكون هو في البيت ممكن ما يكونش في البيت نفسه مش ما اكتسبش الثقه من نفس، او في البيت ممكن يكون برضه ليه اخوات متميزين عنه في ذكاء مثلا، في العلم في الادب، انت شوف اخوك انت كذا، انت حاسس ان هو ملوش سيطره في البيت او ملوش حد بيحبه او يحتويه، فيقول لك ايه لا انا هو مش قادر يعمل حاجه في البيت بقى، فيروح يطلعها بره. وارد ان هو يبقى كده، او ممكن في المدرسه ممكن هو صغير برضو بيبقى بعض المدرسين للاسف او المعلمين ما يكونوش مدركين حته ان انا لما اقول الواد القصير اللي هناك ده، الواد اللي مش عارفه ايه، الواد اللي دايما يعني ايه فيه للاسف، يعني احنا يعني برضو يبقى المفروض فيها كذا سبب، يعني احنا المفروض هي سلوكيات للاسف يعني بعض الناس بتستسهلها ولكن لها عائدها السيء، مش لا. بس على الشخص اللي هو بتقع عليه هذه يعني أكيد أكيد المظلمه، ولكن ناس كتير بتتداولها بشكل مش كويس مع أكيد. بعض طيب اشكال بقى وانواع التنمر يا فندم، اشكال التنمر حضرتك في تنمر في المدارس، بتبقى في تنمر في بيئه العمل برضو اماكن العمل، في تنمر في فريق الكوره، في فرق الرياضيه، في تنمر سياسي وعسكري، بس ده احنا بعاد عنهم يعني مش عندنا احنا الكلام ده، ممكن يبقى في اوروبا والدوله الثانيه. بتبقى في تنمر على الانترنت، على مواقع التواصل الاجتماعي، في كذا نوع، وكل نوع طبعا بيبقى ليه ناس ومتخصصينه، بتبقى في ناس يعني يبقى واحد زي التنمر يعني مثلا فرق الكوره لما فريق يخسر بقى يا عم انتوا مش عارف الكلام بقى اللي بنقعد نسمعه ده، ويقعدوا بقى يحسسوهم ما فيش الروح الرياضيه اللي تخليهم يبقوا فاهمين ان الكوره مكسب خسار، والرياضه كده ما لازم يبقى اسمها رياضه، يبقى عندك روح رياضيه. تيجي مثلا الفريق ده يجي مع الفريق ده، ادي تنمر مثلا يجي على الفريق ده، تعالوا بقى نقول لهم مش عارفه ايه، ونقول لهم انتوا يا اللي ما انتوا عمركم ما الكلام اللي بنسمعه ده. في فريق بقى في بقى التنمر في الدراسه، التنمر في الدراسه ده بقى اللي هو ايه، بتبقى ده في الغالب هو بقى البيئه اللي منها بيطلع بقى الطفل او التلميذ او الطالب، ما حدش بقى قال له ستوب هنا ده غلط، يعني ما فيش ارشادات، ما فيش برنامج توعويه، ما فيش حاجه، حد قال لي ده غلط خلاص فانا مستمر فيه، ما حدش قال لي ده غلط. يجي يكبر بقى بعد كده، يجي مثلا يشوف جاره مثلا هو قدام ولاده إيه انتوا شايفين جارنا ده، ويقعد بقى يتكلم كلام مش كويس ويضحك عليه، او فبالتالي الولد برده هيعمل زي ما باباه بيعمل او مامته. في زي احنا قلنا برضو في المدارس وفي بيئه العمل وفي تنمر رياضي، وفي تنمر طبعا اللي هو بيبقى في الشوارع كده عادي، يعني حد ممكن حد ما يعرفش حد يروح ضاحك عليه. انا في مره كنت يعني برضو كده في مواصله عامه، ففي حد من احنا عندنا طبعا بتبقى من الدول الثانيه زي تقريبا كان يعني زنجي كده، فطبعا واحد من مننا احنا مصري، فراح قال له يا ايه ده يا اسود، طب هو كلهم خلى كل اللي حواليه يضحكوا، هو التاني يعني مشي وما اتكلمش، بس يعني طبعا بصراحه انا ما اعرفوش بس كلمته، قلت له طب حرام يعني، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه وخلقنا، وكان صحيح. ممكن انت اللي تبقى مكانه صحيح. فحتى اتحرج يعني، المفروض ان كل واحد يعني اللي من راى منكم منكرا فليغير، فالواحد يعني ايه اللي يشوف حاجه يقدر يقول نصيحه يقولها صحيح، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى حتى التنمر ما بين الاقارب ما بين الزوج ما بعضهم البعض بالنقد السلبي والحاجات دي ايوه طبعا طبعا. هو حضرتك
ربنا سبحانه وتعالى قال لا يسخر يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خير منهم الى اخر الايه ولا تنابزوا بالارقاب. يعني كل ده على فكره سبحان الله مذكور في القران. يعني احنا لو حبينا حتى نعمل توعيه ناخدها من ناحيه الارشاد الديني، ناخدها من ناحيه ان احنا بنرشد، لا ده ربنا منع. يعني انت لما تتريق ولا تتنمر على زميلك ده انت كده بترتكب ذنب. انا لما امسك ابني انصحه افهمه ان ده كمان مش بس عيب، ده حرام. صحيح. طيب علاج ظاهرة التنمر نبدأها من الأسرة. أنا عارف إنها ليها العديد من الآليات زي الأسرة والمجتمع والمدرسة وبين الأشخاص والأصدقاء ما بينهم بعضهم البعض، ولكن الأساس أساس الأسرة زي ما كنا من الأول بنقول ما ينفعش إن الطفل يجي ينتقد زميله وفي الآخر أنا كأبابا أو كمامته يجوا يعني يجاروه في الموضوع. ما ينفعش، لازم أوقفه ولازم أعلمه الصح والغلط. دور الأسرة بقى يعني انتزاع ظاهرة التنمر ما بين أطفالها وأبنائها بشكل هو بص حضرتك زي ما قلت لحضرتك في الاول ان لما افرض جات لي شكوى، هو المفروض طبعا اللي بيربي البيت والمدرسه، انا دايما اقول كده البيت والمدرسه يعني المفروض يبقوا متكاتفين مع بعض. ليه؟ دور الاخصائي النفسي او الاخصائي الاجتماعي في المدرسه، انا ابني لما بيعمل حاجه وانا هعرف منين؟ ممكن يكون ابني مش بيحكي لي او بيحكي لي الجزء الكويس والايجابي بس اللي بيعمله. اجي هنا دور المدرسه لما يجي مثلا اخصائي او يتصلوا بيا بولي الامر، وده المفترض ان يتم، يعني ابنك عمل كذا وعمل تنمر على زميله، وكمان ايه ده كمان خلى عمل جمع من الولاد ان هم يعزلوا الطالب ده ما يشتركش معهم في الانشطه والى اخره، وبناء عليه الولد ده طبعا اتاثر نفسيا وحصل له يعني ممكن يحصل له ضغط نفسي او انعزل او الى اخره. انا كولي امر ما اجيش ادافع عن ابني بالغلط واقول ايه لا انا ابني ما عملش، او ايه يعني لما يعمل كده. انا لما اشوف مثلا اب والام بيعملوا كده او بابا وماما بيعمل كده، طب انا خلاص ما انا احس ان ده شيء عادي وهيعدي الموقف، وبعد كده وهعمل مع زميل تاني وتالت، حتى لو المدرسه حبت تعاقبني او حاولت احد من الحاجه دي عشان خاطر انا في المكان ده بتعاقب، هاجي بره اعمله، لان برضو بابا وماما ما قالوليش ان ده غلط، ما خدوش موقف. لا اللي يحصل ايه بقى، انا اجي قدام يعني اقل عقاب كده، اجي قدام الاطفال زي ما قلت لحضرتك الطفل اللي حصل معاه التنمر ده، اول حاجه اعتذر لزميلك قدام كل الفصل او قدام كل اللي عملت قدامهم الموقف ده. هنا انا يعتبر انا بادبه بس ايه بالذوق، هو برضو يعني كبيره عليه ان هو ايه بعد ما عمل كده حس ان هو زي حاجه يعني عملها وندم عليها قدام كل الناس دي. طيب هستاذنك بس نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك تاني. فاصل مشترك كرام، بعد الفاصل مكملين حديثنا عن ظاهره التنمر وكيفيه القضاء عليها ومعالجتها من المجتمع بشكل كبير جدا. بعد الفاصل انتظر. ورجعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل ومكملين حديثنا عن ظاهرة التنمر بين الأطفال في المدارس، ولسه كنا قبل الفاصل بنتكلم عن دور يعني الأسرة وأولياء الأمور في القضاء على هذه الظاهرة، وانتقل مرة أخرى دكتور للمرحلة اللي بعد كده وهي المدارس ودور المجتمع بشكل كبير جدا في توعية الطلاب بخطورة هذه الظاهرة والدور الأمثل من قبل القائمين على العملية التعليمية بحيث أن هم يقدروا يكون لهم يعني دفعة إيجابية في القضاء على هذه الظواهر السلبية اللي ممكن تسبب شيء من الخلل النفسي ما بين الطلاب وبعضهم البعض. طبعا هو ممكن نبدأ من آخر السؤال اللي هو طبعا التنمر ليه أثار نفسية وسلبية طبعا على المتنمر والمتنمر عليه برضو، يعني اللي هو اللي بيقع عليه التنمر ده طبعا أثاره النفسية إحساسه بعدم الثقة دايما، إن هو حاسس إن هو مش شخص قادر يتكيف مع المجتمع أو هو زيه زي أي حد حواليه. صحيح. فبيحس طبعا بيجيله ضغط، يعني أمراض الضغط النفسي، يفضل مضغوط نفسيا لحد ممكن تؤدي بيه الانتحار على فكرة. في حالات في الدول الأوروبية أدت بهم الانتحار، زي على فكرة حضرتك التنمر الإلكتروني، اللعبة بتاعت الحوت الأزرق دي اللي حضرتك كل الناس كانت بتتكلم عليها أو يعني في الآونة الأخيرة كان يتكلموا عليها دي، بسبب هو برضو ده شخص متنمر إلكترونيا كان بيقول له اعمل وكذا واعمل كذا، وطبعا لأن اللي هو بيسمع الكلام يعني بسمع الكلام بيقول له اوامر اعمل 1 2 3، طبعا هي ليها تفاصيل مش عايزين ندخل فيها اللعبه دي، في الاخر اعمل كذا اربط الحبل ده تنمر ادت بيه الانتحار في الاخر. يعني ففي برضو التنمر الالكتروني برضو يعني بيترك اثار نفسيه، ان هو اصلا في واحد بيشهر بواحد
واحد يروح مستغل صفحة أو موقع واسم حد معين يكون أي مشكلة بينه وبينه أو من غير حتى هو كده دماغه كده يعني عاوز يعني إنسان مؤذي فيروح كاتب أي. وطبعا الناس ما شاء الله يعني بتحب تصدق الشائعات بشكل غير عادي يعني من غير أي دليل ومن غير أي ما يكون فيه يعني حتى حاجة شافوها بعينيهم بيصدقوا. للأسف ده انا كانسان مثلا طبعا دي سمعه سمعه البني ادم دي حاجه قليله لما يجي حد يجي الكترونيه يقول اسمه فلان او يشهر بفلان ما ده تنمر الكتروني بيقع بضرر على نفسي على الانسان ممكن حد يروح مش قادر يدافع عن نفسه او طب هيشوف هيقول لي مين ولا مين ولا مين ولا مين الكلام ده غلط فعشان يدافع عن نفسه او كده ممكن بتؤدي بيه للاسف يعني لضغط نفسي يؤدي بيه للاكتئاب. الشخص بقى اللي بيقوم بالتنمر للأسف بيبقى هو ده سلوكه المعتاد بيبقى سلوكه مع زوجته فيما بعد مع أولاده مع جيرانه مع مع كل إنسان في الطريق هتبص تلاقيه هو ده أسلوبه خلاص هو تعود على كده. ليه؟ لأن ما حدش قال له إن ده غلط. خلي بال حضرتك برضو من الحاجات اللي إحنا عاوزين كنا نقولها برضو بالنسبة للبيت أكبر غلط بنقوله لأولادنا اللي يضربك اضربه اللي ضربك اضربه. طب انا النهارده هضرب زميلي في المدرسه وانا طفل بعد كده هضرب زميلي في العمل ما مش هلجا بقى للمسؤول اقول له لا ده مثلا صحيح. غلط فيا فحضرتك شوف العقاب المناسب او اتخذ مع الاجراء كده علم العدوانيه اه ما انا خلاص لا يعني بسبب. يعني اتضح علماء النفس يعني قالوا مؤخرا ان انت لما تقول اضربك اضربه لا ده مش صح. احنا كل مثلا في جزء كده او زمان كنا نقول العيل لا اللي يضربك يضربه ما هو مش احسن منك ما كده غلط ده هيضربه وده هيضربه ده ممكن يكون اعنف منه يروح معوره وده كده دخلنا في دوامه وفي نفس الوقت ربيت في ابني سلوك عدواني. السلوك العدواني ده ما هو لو اتربى عليه خلاص هيفضل معاه هيكبر معاه هضرب جاري لما اجي اتكلم معاه واتناقش معاه هضرب ما خلاص بقى رسخ في ذهني ان الضرب ده وانا باخد حقي بيه. طب فين هنا المسؤولين؟ فين هنا الميس او المدرسه المسؤوله؟ المفروض بقى هنا بقى يبقى في يعني ايه نخلي عقاب رادع او يبقى حاجه اللي يعمل كده يبقى في عقاب. صحيح. بالعزل بقى بان انا افصله مثلا كام يوم من المدرسه ما لازم المدرسه تعرف ان اللي بيعمل كده ليه عقاب عشان بناء عليه يبقى الباقي يبقى خلاص يتعظ. ما الناس بتتعظ منين؟ لما يشوف ان في ثواب عقاب في ثواب عقاب زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلى جنه ونار يبقى برضو المدرسه تعمل ثواب عقاب. زي ما انا بعزز السلوك عندنا في علم النفس في مصطلح اسمه تعزيز السلوك. السلوك الايجابي بعززه يعني الطالب ده مثلا امين ولقى الحاجه الفلانيه دي كلنا نسقف له كل المدرسه عرفت ان الطالب ده امين. طب ما برضو نفس الحكايه الطالب الفلاني قام بعمليه التنمر وبناء عليه المدرسه اتخذت الاجراء الفلاني ان هي قامت مثلا بفصل الطالب ده وكله بقى هيعمل ايه هيبقى فيه هنا ليميت كده يبقى انا زميلي اكلمه اتناقش معاه لو هو ابتدى بالتنمر انا في هنا عندي مدير وعندي ناظر وعندي المستر وعندي الاخصائيين في ناس في مسؤولين عن الموضوع ده ويبقى في برضو عندنا برامج لمكافحه التنمر يبقى هنا في المدرسه انا كمان اوعي المعلم ووعي الطالب نفسه اعرفه ان هنا إن يعني ايه ممكن كتير سمعوا الكلمه دي وما عرفوش هي ايه وما اهتموش حتى يعرفوا هي ايه ولا اثرها ولا اضرارها ولا اي حاجه يعني البرامج دي زي احنا زمان لما كان يبقى في اي حمله زي التطعيم زي مش عارف ايه زمان زي الله يرحمها الفنانه كريم مختار لما تقول مثلا كان بتدي ارشادات جميله جدا كلنا فاكرينها لحد دلوقتي على فكره يعني كانت بتبقى حملات كده معينه يعني بتقوم بيها وزاره الاعلام او يعني الجهات المنوطه بالارشاد فبيجي بعد كده دور الاعلام برضو لما افتح التلفزيون ايه هو التنمر وانا المفروض كذا وفي عقاب وفي في يعني يبقى انا عارف كل حاجه مش انا الدنيا ماشيه كده وخلاص دور ارشادي بشكل عام بحيث ان انا اوعي وفي نفس الوقت اشرح الظاهره ايه واشوف الحل الامثل بالظبط طيب. كده دور المجتمع الامثل في القضاء على هذه الظاهره المجتمع ذاته ما بين الاشخاص من بعضهم البعض ما بين الافراد في العمل الدور ده ممكن يكون ازاي؟ هو حضرتك في حمله جميله قوي يعني هي حاليا يعني حمله شغاله هاشتاج انا ضد التنمر جميله قوي تحت رعايه وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفوله والامومه وبرده برعايه الاتحاد الاوروبي جميله قوي الحمله دي وعاملين حاجه
اسمها خط الدفاع، اللي هو حاجه يعني في رقم تليفون بتتصل كل يعني اسره او في المجتمع حصل مع طفله حاله تنمر بيتصل يحكي الحكايه دي ويقول ايه الحل، يقترح الحلول، وبيقول برضو حصل 1 2 3 وانا يعني انا شايف كذا كذا كذا. يعني حضرتك لما تحب يعني في ظاهره معينه عايز توصل لحل ليها، زي ما احنا مثلا بنرمي سؤال كده على لازم تدرسها بكافه دواليه، وبناخد اراء الناس. طب ايه رايكم نعمل ايه وايه وايه، وبعد كده بنقعد ندرس الحاله دي. بس الحمله دي جميله قوي، وبصراحه مشكورين يعني القائمين على الحمله ان هم يعني جت في وقتها، يعني جت في وقتها، لان العنف في الاونه الاخيره او التنمر زاد بشكل ان ايه كل واحد حاسس ايه، يعني من امن العقوبه اساء الادب. يعني هو اللي مش عارف نفسه هيتعاقب هيستمر في الإساءة، لأن أنا عارف إن مفيش حاجة هتحصل. صحيح. والكتابة على الحيطان برضو شتايم، أرقام تليفونات، الكلام ده كله برضو غلط، لازم يبقى فيه عقاب رادع للكلام اللي بيحصل. هل التأثير النفسي على الشخص المتنمر عليه ممكن يؤثر على شخصيته وتكوينه بشكل عام؟ هو طبعا لو ما تلحقش، احنا ليه بنقول الطفل في المدرسة من سن صغير لازم نقوم وننهض نعرفه ان لا ده اللي حصل ده غلط وهو الغلطان مش انت، مش العيب فيك، يعني اللي وقع عليه التنمر نفهمه عشان ما يفقدش الثقة بنفسه. صحيح. وبناء عليه يبقى شخص سلبي في المجتمع او يبقى متردد مش عارف ياخد قرار، حتى لو بقى في الوظيفة بعد كده تيجي تسأله على حاجة حتى لو هو عارف الحاجة يقول لك مش عارف، خايف ما ياخد قرار. صحيح. فقد الثقة بنفسه وأثرت عليه. طب ما هو فرد وفرد بيبقى مجموعة، ومجموعة ما احنا كده المجتمع كله، يعني احنا الطفل ده هو يعني النواة بتاعت المجتمع اللي في يوم ما هتبقى هي الجيل ده كله هو اللي هيمسك المجتمع. صحيح. فلازم احنا نفهم الطفل اللي وقع عليه التنمر ان مش انت الغلطان وانت ما فاكش حاجة. صحيح. لازم ارجع له ثقته بنفسه، وطبعا نتخذ اجراء ضد الانسان اللي هو المتنمر نفسه. صحيح. ولما يشوف هو الطفل ده اللي وقع عليه التنمر ان الطفل اللي اساء اليه او يعني تنابز بالالفاظ او الالقاب اللي مش او انتقده او انتقده نقد لازع او احرجه الى اخره، يبقى انا هنا خلاص عرفت، رجعت لي ثقتي بنفسي وعرفت. صحيح. ان هو اللي غلطان مش انا. صحيح. وهكذا يعني. صحيح. لازم يبقى في اجراء، ما نسيبش الدنيا كده يعني. بالتاكيد. اذا انا ضد التنمر مش مجرد هاشتاج او حمله بتقوم بها جهه معينه، ولكن دي رساله واجب على كل واحد ان يعمل بها بشكل كبير جدا، بدءا من الاسره والمدرسه، نهايه بالمجتمع. اعتقد الظواهر السلبيه المنتشره في المجتمع القضاء عليها لن يقتصر فقط على فئه بعينها، ولكن هو واجب مجتمعي اسري بشكل كبير جدا حتى نستطيع ان نقضي على مثل هذه الظواهر الهدامه اللي بتؤثر على اجيال ممكن بعد كده تكون مبدعه في حال قدر الله لو يتم يعني التوعيه بخطوره مثل هذه الظاهره زي ظاهره التنمر. اعتقد كل لها تاثير السلبي والنفسي ايضا على هذه الاجيال. نتمنى يا رب التوفيق، نتمنى ان يكون هناك مبادرات وليست مبادره فقط للقضاء على هذه الظاهره السلبيه، ولكن التوعيه في المقام الاول ده الاساس اللي انا بقيس بعد كده النتائج بعدها. بشكرك جدا ضيفتي العزيزه في نهايه هذه الفقره دكتوره اميمه عبد الله مصطفى، استاذه الصحه النفسيه والارشاد النفسي بجامعه الشمس. شكرا لك يا دكتور، شرفتيني وتحياتي لحضرتك. ايضا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه. ان شاء الله غدا اللقاء تجدد مع كرو عمل جديد من برنامجكم ساعه صبحيه، اما انا بمشيئه الله القاكم يوم الاربعاء القادم. تحياتي في رأي العمل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.